أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا كان حول باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. ذكرنا أن الناس لسوء فهمهم للآيات القرآنية وعدم رجوعهم إلى الثقل الأصغر وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في فهم الثقل الأكبر الذي هو القرآن ابتلوا بمشاكل عقدية فلم يفهموا كثيرا من الآيات القرآنية أو جعلوا القرآن عظيم يعني نظروا إلى آية ولم ينظروا إلى آيات أخرى تفسر تلك الآية أو تبينها من جملتها ما حدث في مسألة الجبر والتفويض البعض كالاشاعره هؤلاء راوا الايات التي تدل على مشيئه الله سبحانه وتعالى فلذا قالوا بقول نتيجته الجابر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء افعال العباد والبعض الاخر كالمعتزله راوا ان عقاب المجبور المكره هذا قبيح عقلان، وهناك آيات تدل على اختيار الإنسان، فذهبوا إلى التفويض المطلق، فجاء أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبينوا المعنى الحق، وهو الأمر بين الأمرين ومعنى الامر بين الامرين انه لا يقع شيء في هذا الكون الا بمشيئه واراده وقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى ولكن ذلك لا ينافي اختيار الانسان في بعض افعاله فهناك امر بين الامرين يعني حينما الانسان المؤمن يقوم الى الصلاه أو الإنسان الفاسق يقوم إلى الفسق. هذان الشخصان الإنسان المؤمن الذي يقوم بالطاعة والإنسان الفاسق الذي يقوم بالمعصية. هذان قدرتهما على الطاعة أو المعصية من وهبها لهما؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أعطى هذه القدرة للعبد. الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر أمور الكون مقدمات هذه الطاعة أو هذه المعصية هذه المقدمات أكثرها بإرادة من الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان إلى قدرة يجد الوسيلة ينقدح في ذهنه أن يفعل بقدرة ووسيلة ومقدمات أعطاها الله إياه بدون اختياره يقوم الى الطاعه او يقوم الى المعصيه لكن هناك بعض المقدمات باختيار الانسان كثير من المقدمات مشيئه من الله وبعض المقدمات باختيار من الانسان فيكون هناك امر بين الامرين اراده من الله لكن ليست اراده جبر وفعل من الانسان باختياره الان حديثنا في هذه الحلقه حول بعض الاحاديث في هذا الباب، مع الاستدلال القراني لهذا المطلب. من جملتها الحديث الثاني عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال: من زعم ان الله يامر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم ان الخير والشر اليه فقد كذب على الله. في سوره الاعراف الآية 28: الله سبحانه وتعالى يقول: "وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون" هذه كانت فكرة لبعض المشركين. يفعل فاحشة، والفاحشة الفعل القبيح المتجاوز للحد، لأن الفعل قد يكون قبيحًا لكن ليس في غاية القبح، قبيح، لكن قد يكون فعلًا متجاوزًا الحد في القبح، يعني مرة واحد لنفرض أنه يأكل طعامًا محرمًا. مره ياكل مال اليتيم الاول قبيح لكن الثاني اقبح هؤلاء المشركون كانوا يفعلون الفواحش من جمله الفواحش التي كانوا يفعلونها كانوا يتزوجون زوجات ابائهم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم لان هذا الامر من الفواحش فاحشه زين، هذه الفكره التي كان يحملها المشركون، التي تشير اليه هذه الآيه وتردهم، تشوف هذه الفكره بمعناها تسربت إلى بعض الفرق الإسلاميه، يعني مثلا الأشاعره يقولون لا حسن ولا قبح ذاتيه للأشياء. وإنما الحسن هو ما حسنه الشارع، والقبيح هو ما قبحه الشارع. زين. إذا الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، وليس هناك حسن وقبح ذاتي للأشياء. يعني يقول مثلا الزنا إنما كان قبيح لأن الله نهى عنه. لو الله كان يأمر بالزنا كان يصير حسن. هذا نفس الكلام اللي كان يقوله المشركون والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء يعني هناك شيء هو قبيح متجاوز الحد في القبح بالذات الله لا يامر به وانما ينهى عنه هناك حسن هو بالذات حسن مثلا ان تشكر ربك هذا امر بالذات حسن الله سبحانه وتعالى جاء وامر به أو عين مصداقه بالصلاة مثلا إذا إذا واحد يجي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بالفحشاء يعني الأشياء التي أمر الله بها هذه صارت حسنة لأن الله أمر بها وإلا والأشياء القبيحة إنما صارت قبيحة لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنها فمعنى ذلك أنه لا معنى للأمر بالفحشاء ما إلى معنى هذا الكلام لأنه إذا صار الحسن ما حسنه الشارع يعني أي شيء الله أمر به فهو ليس بفحشاء أي شيء الله سبحانه وتعالى نهى عنه فهو مثلا منكر وفحشاء ليس هناك بالذات شيء فحشاء حتى الله سبحانه وتعالى اذا امر به تقول كيف امر الله بالفحشاء نقول ان الله سبحانه وتعالى يعلم بان هذا الشيء من الفحشاء لذلك ينهى عنه قبل ان ينهى عنه وكان من الفحشاء يعني قبل ان الله سبحانه وتعالى ينزل شريعه الزنا فحشاء بعد ان انزل الشريعه هذه الشريعه تقول ان الفحشاء محرمه تبين حكمها. عبادة الله هذا امر مطلوب حتى قبل نزول الشريعه. الله حينما ينزل الشريعه يامر بالصلاه مثلا بعبادته ويبين الكيفيه الخاصه، فاذا الله لا يامر بالفحشاء، هناك شيء يسمى فحشاء الله لا يامر به. هناك اشياء تسمى حسنه واقعا هي حسنه الله سبحانه وتعالى يامر بها. فاذا من زعم ان الله يامر بالفحشاء فقد كذب على الله. هذا المطلب الاول الذي يذكره هو الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. المطلب الثاني ومن زعم ان الخير والشر اليه فقد كذب على الله. الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام الايه 148 يقول: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم سيقول الذين اشركوا ماذا يقولون؟ لو شاء الله ما اشركنا فالله شاء شركنا حسب ما يزعمون ولا حرمنا من شيء اذا حرمنا مثلا البحيره السائبه حام وما إلى ذلك من أصناف البدع الذي كانت في الجاهلية إذا حرمنا يقولون أن الله شاء ذلك لو الله كان يشاء أن لا نحرم لما حرمنا ولا حرمنا من شيء الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء كذب كاذبون وكذلك اتبعوا من كان يكذب قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم زين هسه انت تجي الى مثلا بعض الفرق الاسلاميه تقول ان هذه المعاصي التي تقع في الارض هناك ناس كفار ناس مشركون ناس قتله ناس زنات معاصي كثيره تتحقق يقولون بمشيئه الله كل هذه المعاصي زين هذا نفس كلام المشركين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. فإذا شركنا هو بمشيئة من الله، زين أنت اللي تدعي الإسلام تقول أن الأفعال جميعها بمشيئة من الله سبحانه وتعالى، مشيئة جابر، فإذا هؤلاء الكفار الله شاء كفرهم، زين صار نفس كلام هؤلاء المشركين. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك كذب الذين من قبلهم هذا كذب على الله سبحانه وتعالى الله ما شاء مشيئة جبر لأن كلام المشركين هو هذا أن الله شاء مشيئة جبر إحنا مجبورين الله شاء أن نشرك فنشرك الله شاء أن نحرم الأشياء فنحن نحرم لأن الله شاء خلص الله لم يشاء مشيئة إجبار إذا احنا لاحظنا الإرادة التشريعية زين الله لم يأمر بالشرك ولم يحرم اعتباطا. هاي الأشياء اللي من البدع التي حرموا بعض الأمور. فليس هناك مشيئة تشريعية. زين هل الله أجبرهم على ذلك بمشيئته التكوينية؟ كلا. الله لم يجبرهم على ذلك صحيح هو أمر بين الأمرين يعني كثير من المقدمات أصل وجودهم هذه بإرادة من الله سبحانه وتعالى لو الله ما كان يخلقهم كان يصير سالب بإنتفاء الموضوع الله سبحانه وتعالى أقدرهم أعطاهم قدرة ولو قدرة محدودة هذه كان بمشيئة من الله سبحانه وتعالى الله أعطاهم أدوات ليطيعوا لكن يتمكنون من العصيان بتلك الأدوات يعني الله اعطاهم العين ليطيع بهذه العين وليمشي في الارض في مناكبها لكن استفاد من هذا العين في معصيه الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه القدره. لكن هل الله سبحانه وتعالى اجبره على المعصيه؟ كلا. فكثير من المقدمات هي بفعل من الله سبحانه وتعالى ولكن الله هذه المقدمات هيأها ليطيع الإنسان لا ليعصي، فإذا عصى فبسوء اختياره. هذا مثل افرض مثلا أنت عندك عبد أو خادم هذا الخادم تعطيه مالا تقول بهذا المال اخدم الناس. زين هذا العبد بهذا المال يروح يشتري سلاح ويقتل الناس زين هنا هذا القاتل بسوء اختياره لكن المقدمة أنت أعطيته مالا لو ما كنت تعطي مال ما كان يتمكن من القتل زين فرعون إذا الله ما كان يخلقه كان يتمكن من العصيان لا سالب بانتفاء الموضوع زين الله سبحانه وتعالى خلقه إذا ما كان يعطيه القدرة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إذا الله ما كان يعطي الملك كان يتمكن من أن يفعل ما فعل له لكن الله سبحانه وتعالى خلقه وأعطاه القدرة وأعطاه الأدوات ليطيع لكن هو عصى فإذا لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقه ولولا أن أقدره ولولا أن هيأ له الأدوات ما كان يتمكن من العصيان لكن ليس عصيانه بفعل من الله لماذا؟ لأن الله أعطاه هذه الأدوات وهيأ له الوسائل ليطيع باختياره لكنه هو عصى بسوء اختياره هذا بالنسبة إلى الحديث الثاني من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله في الآية القرآنية هم تلوناها ومن زعم ان الخير والشر اليه يعني الله يجبر الناس على الخير يكرههم على الخير يكرههم على الشر يجبرهم على ذلك فقد كذب على الله لان الله سبحانه وتعالى هذا لا يشاء الشرك بمعنى انه لم يجبر الانسان على الشرك ولم يامر امرا تشريعيا بالشرك لكن اعطى الانسان القدره ليوحد الله سبحانه وتعالى لكن هو بسوء اختياره اشرك بالله هذا بالنسبه الى الحديث الثاني واما الحديث الثالث في هذا الباب هو باب الامر بين الامرين عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام قال الراوي اللي هو الوشاء الحسن ابن علي الوشاء هذا في البداية في بداية أمره كان واقفيا يعني وقف على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لكن بعد أن رأى معجزة من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هداه الله إلى الإيمان وهو من خيرة أصحاب الإمام الرضا عليه السلام بعد أن هداه الله الوشاء يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال سألته فقلت الله فوض الامر الى العباد فقال الله اعز من ذلك قلت فجبرهم على المعاصي قال الله اعدل واحكم من ذلك ثم قال قال الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي ينقله الامام عليه الصلاه والسلام وسناتي الى ذكره في هذا المقطع من الحديث الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ينفي التفويض المطلق الذي تقول به المعتزله وينفي الجبر الذي هو حاصل كلام الاشاعره وكذلك العقيده السلفيه ايضا هكذا الله فوض الامر هذه عقيده يهوديه بالاساس اليهود يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلص انتهى دورة والعياذ بالله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء حتى قرأت في أحد الكتب في إحدى الكتب عقيدة من عقائدهم أنه من الخرافات الذي يعتقدون به او موجوده في بعض كتبهم ان الطوفان الذي يحصل في البحار هو بسبب حسب ما يزعمون ان الله خلق بني اسرائيل وجعلهم الشعب المختار حسب ما يزعمون ثم بعد ذلك تورطوا بني اسرائيل بسائر الناس لان سائر الناس خلقوا حسب ما يزعمون عبيدا لبني اسرائيل لكن بالنتيجه في طول التاريخ ذول الناس مسيطرين على بني اسرائيل زين حسب ما يزعمون لا يتمكن من فعل شيء لهم فيبكي عليهم فدموعه تجري في البحر حسب ما يزعمون وهذه الدموع تتسبب في تلاطم مياه البحر وحدوث الطوفان زين هذه من خرافاتهم المذكوره في بعض كتبهم حسب ما قرات في كتاب يعني يعتقدون بهذه العقيده الفاسده انه لا يتمكن من فعل شيء، خلاص الان العباد مستقلين في اعمالهم وهذه عقيده باطله. الذي يعتقد بالتفويض المطلق هذا يعزل الله سبحانه وتعالى عن مملكته، والله اعز من ذلك. لا يقع شيء في هذا الكون الا بقضاء وقدر. لكن هذا القضاء والقدر لا يسبب جبر العباد كما مر في حلقات ماضية الحديث المفصل في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومع ذلك الشيخ الذي كان مشتركا في معركة صفين الله فوض الأمر إلى العباد قال الله أعز من ذلك هسه سواء تفويض تكويني يعني كل أفعالك بعد الله ما إلى أي دخل فيها الله اعز من ذلك هذه مملكه الله الوجود بأسره مخلوق لله، الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا الوجود وهو المدبر له فيكون الانسان خارج عن مملكه الله بتفويض مطلق هذا امر محال الله اعز من ذلك اجل من ذلك له القوة والقدرة والمنعة والكبرياء والجبروت بحيث انه لا يخرج شيء من مملكته وسلطانه وهيمنته وتدبيره اذا ماكو تفويض زين اذا ماكو تفويض مطلق هل هناك جبر؟ الجواب لا لانه ما له معنى انت مجبور على المعصية ثم الله يعاقبك عليها هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ذكرنا مثال في حلقات ماضية إذا واحد الله خلقه أبيض يجي عاقبة أنت ليش أبيض أو الله سبحانه وتعالى خلقه أسود يجي عاقبة أنه أنت ليش أسود أو إنسان ولد من أبوين يجون يجي الله يعاقبه أنه لماذا أبوك فلان يقول هذا مو باختياري أنا لم أختر أبي الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ان فلان يكون قبل فلان ان فلان مثلا يكون اسود فلان يكون ابيض فلذا ان يعاقب الرب الانسان على ما ليس باختياره هذا ظلم والله ليس بظلام للعبيد اذا جابر ما موجود وانما هو امر بين الامرين الله سبحانه وتعالى له الهيمنه والتدبير في جميع افعالنا، يعني مقدمات هذه الافعال اصل وجودنا الظروف الملابسه، القدره، التمكن من الفعل هذه كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى، والله قدر ان تكون مختارا فانت باختيارك تطيع او بسوء اختيار الانسان يعصيه. قلت فجبرهم على المعاصي قال الله أعدل وأحكم من ذلك أحكم إما من الحكمة يعني حكمته لا تقتضي أن يجبر الناس على شيء ثم يعاقبهم على ذلك الشيء وإما من الحكم وأنت أحكم الحاكمين يعني حكمه صحيح مئة في المئة فيكون مرادف للعدل الله أعدل وأحكم من ذلك زين فلا تفويض مطلق ولا جبر بل هو امر بين الامرين ثم بعد ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يستشهد بحديث قدسي فيما مضى ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى الوحي الذي انزله على انبيائه هذا الوحي قد يكون ضمن كتاب خاص او ليكون في كتاب خاص كالتوراة والإنجيل وصحف موسى وصحف إبراهيم وزبور داود مثلا والقرآن الكريم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الكتاب السماوي قد يكون لله سبحانه وتعالى وحي ليس في ضمن هذه الكتب الله سبحانه وتعالى كثير أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وحيا كثيرا وهذا الوحي لم يكن القرآن هذا يسمى حديثا قدسيا طبعا في بعض رواياتنا أكون ناقل عن التوراة عن الإنجيل عن زبور داود عن صحف إبراهيم أيضا هذا النقل يسمى حديثا قدسيا والحاصل أن الحديث القدسي يختلف عن القرآن بهذا ال... مقدار ان القران وحي انزله الله سبحانه وتعالى ليكون بين الدفتين نزل للتحدي وسائر الامور الوحي تعاليم اخرى من الله سبحانه وتعالى او امور اخرى اوحاها الله لنبي محمد او لسائر الانبياء على ان لا يكون في كتبهم او في القران الكريم. زين شنو هذا الحديث القدسي؟ يا ابن ادم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك المثال الذي ذكرنا السيد يعطي مالا لخادمه لكي ينفق هذا المال في أمور البر زين اذا هذا الخادم ذهب وصرف المال في امور البر. الخادم مثاب ممدوح لانه امتثل امر مولاه. لكن هذه الاعمال الحسنه هذه تنسب الى المولى وهو اولى بتلك الاعمال الحسنه من العبد. زين نقول هذا العبد كيف تصدق بهذه الاموال؟ كيف بنى هذا المسجد؟ مثلا كيف فعل هذه المبرات وهذه الخيرات؟ نقول لان مولاه اعطاه المال وامره بذلك. زين العبد يمدح لكن المدح الاساسي للمولى. هسه نجي ان المولى اعطى هذا المال للعبد او للخادم وامره بان يصرفه في المبرات. هذا العبد خان الامانه وصرف المال في سلاح قتل به الناس مثلا. هنا المولى الحكيم لا يذم على ذلك الفعل، لان المولى اعطى المال ليصرف في المبرات هذا العابد بسوء اختياره وبخيانته مولاه صرف هذا المال فيما هو قبيح، فاذا اذا العبد الخادم فعل المبرات التي امرها به المولى المولى هو اولى بالمدح والعبد ايضا يمدح. لكن اذا خالف المولى وخان المولى فهنا المولى لا يذم لانه بحكمه تصرف. هنا الذي يذم هذا العبد الخائن. زين الله سبحانه وتعالى خلقنا. واعطانا القدره لنصرف هذه القدره في الطاعات. فاذا اطعنا الله سبحانه وتعالى من هو اولى بهذه الحسنات؟ الله. لان الله هو الذي خلقنا وهو الذي اقدرنا وهو الذي بين لنا طريق الرشد. لكن بعض الناس خانوا اماناتهم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. البعض خان الله. زين. الله أعطاهم هذه القدرة وأمرهم بصرفها في الطاعات صرفوها بالسيئات إهنا الذم يتوجه إلى هؤلاء لا إلى الله الله سبحانه وتعالى صنع بما يقتضيه تقتضيه رحمته ولطفه لكن هؤلاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، فإذا يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك لأن أصل الخلق والقدرة والوسائل وبيان الطريق كان من الله سبحانه وتعالى، فإذا العبد أطاع ممدوح هذا العبد لكن هذه الحسنات الله أولى بها وأنت أولى بسيئاتك مني لأن هذه القدرة وهذه الأمور وهذه الوسائل الله أعطاك إياها لكي تطيع بها وبين لك طريق الرشد وطريق الغي لكن هذا العبد بسوء اختياره عصى الله سبحانه وتعالى خان الخائن هو يذم لا يذم الذي رحمه والذي خلقه والذي اقدره والذي هيأ له الظروف المناسبه وانت اولى بسيئاتك مني زين انت اولى بسيئاتك مني هذا مو معناه التفويض المطلق لماذا؟ يقول عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك خلقتك واقدرتك وهيات لك الظروف لتطيع لكنك خنت فعصيت فلذا انت تكون اولى بالسيئات لكن معنى ذلك ليس خروجك عن هيمنه الله وعن مشيئته وانما انت ضمن دائره هيمنه الله وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره وبسوء اختيارك ارتكبت المعاصي نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للمعرفه الصحيحه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين